أرحب أيضا بضيفي اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا وسهلا. بعد الحديث منذ ساعات عن سيناريوهات عدة للتصعيد، حدث تحول كبير في الأحداث ويبدو أننا أمام هدوء مرتقب في قطاع غزة، كيف ترى المشهد الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفترة الماضية يعني شهدت توتر كبير وتصاعد كبير، وكان بنتكلم ان المرحلة الأخيرة قد تؤدي إلى انفجار الموقع، وكان حتى هناك يعني الأطراف متشائمة. لكن أعتقد الجهود الحثيثة اللي استمر على بذلها الجانب المصري يعني أثمرت إلى ما هو أفضل. يعني كانت الفرصة الأخيرة اللي كان عندنا احتمالين. سيادة اللواء عذرا على المقاطعة، أقرأ فقط هذا الخبر العاجل الذي يقول، وهو نقلا عن مصدر رفيع المستوى: بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل 3 مراحل وتتضمن اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وكذلك هدنة إنسانية. أعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، وهو نقلا عن مصدر رفيع المستوى: أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل 3 مراحل وتتضمن اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وكذلك هدنة إنسانية. وكنا قبل قليل قرأنا خبر عاجل كذلك نقلا عن مصدر رفيع المستوى يقول أن الوفد الأمني المصري يؤكد: تلقينا ردودا إيجابية من الطرفين ونكثف اتصالاتنا للتهدئة. أعود إليك سادة اللواء من جديد. لا شيء جيد وموجب، ونرجو الثلاث مراحل تفضي فيما بعد إلى اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، ويكون هذا الوقف إطلاق نار نهائي مرتبط بالإفراج أو تحرير كل الرهائن. وتموا على مراحل، لكن في النهاية إحنا عاوزين اللقطة الأخيرة يكون فيها وقف إطلاق نار نهائي، وجميع الرهائن حرروا بالتتالي، بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بالآلاف في السجون الإسرائيلية. هذا الكلام عاوزينه يكون في حيز التنفيذ، أن يكون موثق. وده كان مطلب مشروع للجانب الفلسطيني، أن هذا الكلام يكون موقع ومعتمد. أتوقع أن يكون التوقيع وهذا يعني الحماية في المعلومة قد يكون الولايات المتحدة طرف فيها. مصر طرف أصيل من البداية، لكن نتعشم أن يكون الاتفاق النهائي سواء كانوا 3 مراحل أو أكثر، أن تكون المرحلة النهائية هي تحرير جميع الرهائن، وتحديد الرقم اللي هيحدده الجانب الفلسطيني من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويكون هذا الكلام قد يسفر عن تحرر أو خروج آمن للقوات حماس بعد انتهاء هذه المرحلة. أنا يعني أؤكد على أن احنا قدام إما أن يكسب معا أو يخسر معا. لا نريد للطرفين أن يخسر، لكن نود أن يكون الطرفين كذلك. تعليقا كذلك على ما تقول سيادة اللواء، أخبار عاجلة جديدة وهي نقلا عن مصدر رفيع المستوى تقول أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين. يعني كما ذكرت هي جهود مصرية حثيثة منذ اليوم الأول أدت إلى الوصول إلى هذا المشهد الذي كنا نتمناه منذ اليوم الأول، مشهد الهدنة. كيف يمكن البناء على هذه الجهود للوصول إلى وقف لهذه الحرب؟ أنا مع حضرتك التصعيد كنت نستشعره في الشارع مع بدء التهجير من قطاع رفح إلى العمق، سواء في اتجاه خان يونس أو في اتجاه معسكرات الشاطئ. الأنباء المشجعة بتقول إن حتى لو استمر التخفيف ليس مجرد استعداد للحرب، ولكن التخفيف تدور له من الجانب الموجب، إن التكدس اللي في منطقة رفح اللي يكاد يصل من رفح إلى خان يونس إلى 1.3 مليون، إن هذا التخفيف يتم بمعدل كبير. إسرائيل أفصحت عن 100,000، إحنا بنقول دي بداية، ولكن 100,000 مش كفاية، إحنا نريد 100,000 أخرى يكون هذا التخفيف ليس فقط في رفح في اتجاه خان يونس، ولكن يستمر هذا التخفيف شمالا إلى 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 مدينة غزة إن شاء الله. استمر هذا النجاح في التخفيف التجديد، قد يكون النجاح الآخر هو الوصول إلى نقطة
النقطة الحيوية اللي هو الواحد قصاد واحد، تحرر جميع الرهائن ولو على مراحل، خروج آمن للمتبقي. شكرا جزيلا، كنت معي سيادة اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش مستشار أكاديمية نصر العسكرية، شكرا لك.